اي ايه مش منورة إيه بسام انتي؟ انا مش عارف، انا اسف والله العظيم، انا اسف يا جماعة، انا معلش ما حدش يزعل مني يا جماعة والله العظيم، وشكرا على القلوب الحاجات الجميلة. انا مش عارف اوصل، ما شاء الله الناس، ما شاء الله الناس جاية من كل جانب وبتاع، مش عارف اقرا، ابص هنا ولا هنا ولا هنا، متلخبط بالله عليك، مش اكشك، قول لي اديني وصفة بالله عليك عشان التوتر ده يروح. ما تقلقش، انا معايا اي حد عنده استفسار للدكتور يقول، وانا هنرتب الاسئله ونقول اللي هو يرد علينا. يعني الناس تاخد اوميجا 3 بس ولا في حاجة تانية؟ بص لا بالنسبة للناس اظن الاوميجا ان يا 3، انا دكتور مش صح، بقول يا مش دكتور ما بنصحك ينفعش حد بيه، ياخد انا ده من نفسه، بنصحك صح ان انت لازم يبقى باستشاره طبيب، صح؟ بتقول ايه؟ ما ينفعش حد ياخد ده من نفسه، لازم يبقى باستشاره طبيب، صح؟ اه صحيح، عشان كده انا قلت ايه، ما تركزش في الدواء، ركز في الاوميجا 3 اللي موجودة في الاكل بتاعنا، زي زيت الزيتون، زيت الكانولا، زيت بذور الشيا، بذور الكتان، الاسماك البحريه نزودها، السلمون والسردين، السلمون والسرجين السردين والتونه، المكسرات، الجوز، اللوز، الفستق، وعين الجمل، كل هذه الاشياء نستطيع ان احنا نحطها في النظام الغذائي، وبناخد الاوميجا 3 وبننظف الاوعيه بتاعتنا، وبننظف يعني بننظف المواسير بتاعتنا من جوه، وبدون الحاجه مع بالاستعانه مع الرياضه زي ما انت قلت كده، يبقى انت بتوصل لنتائج جميله جدا ورائعه جدا. يعني في شهر واحد تلاقي نفسك يعمل نفس تحليل الدهون ديت، بتلاقي اصلا راحت، او ممكن ما تكملش الشهر، اعمل تحليل قبل وتحليل بعد، تلاقي الدهون راحت فقط بشويه الاكلات اللي انا قلت لك عليها دي، مع شويه رياضه، وحتى لو ما بتاخدش دواء الدهون حتى، تخيل. أهم حاجة اللي كله يبقى تحت إشراف دكتور، ما اه ناخدش أي الادويه تحت دواء من اشراف نفسنا. طبي، الادويه تحت اشراف طبي، والاغذيه تقدر تستعملها زي ما انا قلت لك. وحتى لو انا قلت اي دواء، لو قلت اي دواء فبقولها من باب العلم برضو، ممكن يكون طبيعة جسمك مختلفة عن الحاجة اللي انا بحكي فيها، فممكن يكون الدواء بدل ما يفيدك. يعني مثلا الاوميجا 3 برغم ان هي فوائدها جبارة جدا، قد تكون مضرة. ليك قد تكون مضرة ازاي دكتور احمد؟ الاوميجا 3 كل الناس بتتكلم فيها ملهاش اضرار. لا، الاوميجا 3 لها اضرار لو اتاخدت وشخص عنده تاريخ مرضي بنزيف. ربنا يسعدك يا مضوحة، ربنا يحفظك ويرفع قدرك في الدنيا والاخرة. أم الفراعنة قديما وأم ضحى حديثا. يبقى احنا كده بشكل بسيط قلنا، زي فكرني كنت بقول ايه، فكرني يا شكش عم شكش، كنت بقول ايه؟ كنا بنتكلم على وصفة إن ما ينفعش ناخد أدوية من غير إشراف طبي، ايوه حتى بنخش، لو هو زي ما انا ده قلنا عنده كده، تاريخ. الاوميجا 3، الاوميجا 3 برغم ان هي مفيده، لكن لو واحد عنده تاريخ مرضي بنزيف تزود النزيف عنده، ولو واحد داخل عمليه جراحيه يعني يعمل، لو عمل العمليه الجراحيه بتفشل كنتيجه ان هو اصلا عنده تاريخ مرضي بنزيف، فيحدث نزيف اثناء العمليه، فتبقى مشكله سوداء وكل حاجه تبوظ منه. فبرغم ان الاوميجا 3 ليه فوائد خطيره جدا، وبنصح كل الناس بيه، وتاخده من المصادر الطبيعيه من الاكل بتاعها، الا ان الشخص لو عنده تاريخ مرضي بنزيف لا ننصح بيه على الاطلاق. مثلا بننصح مثلا برضو بالفيتامين د، فيتامين د بنقول يا جماعه كل الناس تاخد فيتامين د، كل الناس تتعرض لاشعه الشمس، ففي ناس تروح مثلا تاخده من الصيدليه، فلو واحد اصلا عنده مثلا تكلس، او عنده مثلا وليكن املاح الكالسيوم زياده في جوه الجسم، فعنده زي صخور كده، او بيسموها مش فاكر بالعربي، بس المهم يعني عنده ستونز او عنده حاجه جوه الجسم بتاعته، الفيتامين ده يساعد على ترسيب الكالسيوم جوه، وهو اصلا عنده نسبه كالسيوم دكتور زياده. تمام، بس كده. يبقى ده بشكل بسيط خالص يا عم شكشك، اي حاجه لها يعني، اي حاجه عامله بالظبط. استنى شوف حاجه في جيبي ولا ايه، اصبر، كل حاجه تبقى ايه. اطلع 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 اي حد عنده استفسار، عايز حد، اي حد يعني مثلا عايز تخصص شايف ايه انت، بالظبط يا شايف مهندس؟ العمله دي، ويلكم استاذ عبد الله، ويلكم. شايفها دكتور شايف ايه هنا مكتوب ايه؟ ايه؟ واحد. وانا وهنا وهنا مرسوم صوره. اللي انا عايز اقوله لك، اي حاجه في الوجود لها نفس الوشين دول، لكن في واحد بيبص على وش واحد تمام. ومعتقد ان الحاجه ديت هي صاحبه وش واحد. كل حاجه في الوجود لها وشين بالظبط. يعني برضو الدواء اللي ممكن يكون مفيد ممكن يكون ليه وش تاني مضر. فعلشان كده، واي بص خد مني القاعده ديت، قاعده جميله جدا قلتها قبل كده، بس برضو عايزين نفيد كل الناس بيها، اللي هي بتقول ايه، ما ليس له تأثير جانبي ليس له تأثير حقيقي، ما ليس له تأثير جانبي ليس له تأثير حقيقي. يعني أي دواء ما يكونش ليه آثار جانبية فهو أصلا ليس له يعني تأثير حقيقي لعلاج المرض.
ده فاهم. فديت النقطه اللي انا عايز لها. اي حاجه لها وشين، بس احنا ممكن نتلاشى الوش بتاع الاثار الجانبيه بتاعت اي دواء كنتيجه ان انت تبقى زي ما انت قلت كده في البدايه، يبقى تحت الاشراف الطبي، بناخدها بمعايير معينه لمده زمنيه معينه بوقت معين ببروتوكول علاجي متبع، بنظبط النظام الغذائي بتاعنا، بنظبط نمط الحياه الصحي بتاعنا، بنظبط الرياضه بتاعتنا، بنظبط الحاله النفسيه بتاعتنا، كل هذه الاشياء بنوصل للهدف العلاجي بشكل اسرع بالاستعانه مع احنا ترند ثلاثة بجد يا شمس، احنا ترند يا دكتور دلوقتي، يا ريت اي حد عنده استفسار يسأل الدكتور في خصوص التغذية، احنا دلوقتي على الترند مع حضرتك يا دكتور، شرف كبير اي حد ليا، عنده شرف استفسار كبير او اي حد ليا عايز ان احنا على يكتب الترند وان شاء الله اي تعالى. حد انا عايز بص يكتب انا اي حاجة برايفت يسأل الدكتور هيجاوب عليه بخصوص التغذية. عايزة تخسي يا شمس؟ انت رفيعة اصلا مش مهم. اي حد عنده استفسار يسألنا والدكتور هيجاوب علينا.